حياكم الله مجددا، اهلا بكم في متداول. اليوم تابعنا اهم واخر واحدث الفيديوهات والقصص المتداوله والرائجه على منصات السوشيال ميديا والتي حققت انتشارا وتفاعلا. سنبدا تلك الاحداث والقصص التي انتقيناها بعناوينها. نقل مريض بسيارة كي حمل إلى المستشفى. دقة عشائرية على منزل مدير ببغداد والحادثة تتفاعل. فيديو لمدرسة كرفانية يثير الغضب والوزارة تمنع التصوير. تسجيل زواج أصغر عروسين في واسط بعمر 14 عاما. في محافظة كربلاء، وكما ذكر مواطن عراقي، رصد حالة خاصة في الشارع لمريض تم نقله على سادية بواسطة سيارة كي يحمل. انتقد المواطن طريقة نقل المريض، هذا هو المريض وهذه هي السيارة، بهذا الشكل إلى المستشفى، علما أن معظم مستشفيات العراق وفي كربلاء تحديدا لديها مجموعة سيارات إسعاف حديثة مزودة بالتقنيات الطبية اللازمة لنقل المريض، ولا يعلم سبب نقل هذا المريض تحديدا بهذه الطريقة وبهذا الشكل إلى المستشفى، ما قد يشكل خطرا على حياة المريض أولا، بالإضافة إلى أن المستشفيات تنقل الحالات الطارئة وقضايا الشرطة والحالات الأخرى بسيارات الإسعاف مجانا، وبضمنها حالات الاستدعاء لنقل المريض من البيت إلى المستشفيات الحكومية، ولكن هذا ما حصل. هذا حال المرضى بكربلاء، ينقلوهم بالكية 2023. احنا 30/10 اليوم، 30/10 كربلاء سريحة يرمضون. هذا حال المرضى بكربلاء، ينقلوهم بالكية 2023. احنا 30/10 اليوم، 30/10 كربلاء سريحة يرمضون. هذا حال المرضى بكربلاء، ينقلوهم بالكية 2023. احنا دائرة صحة كربلاء لم ترد على مقطع الفيديو المتداول حتى هذه اللحظة، طبعا لها حق الرد والتوضيح في هذا الأمر. أما ما حصل فقد أفرز ردود أفعال كثيرة وتعليقات مختلفة، اخترنا لكم منها نماذج من الآراء والتعليقات التي ستظهر من خلفي على الشاشة. ونبدأ بتعليق كتبته من؟ علي العراقي. يقول علي العراقي في تعليقه: بعد تدخل لك المال داعش، مدريك هو راد إسعاف أو لا، وش مدريك يمكن من البيت ماخذين للمستشفى وهو مجلوط فبسريرة ماخذينه، يعني حاولوا لا تدخلون بأحد أو لا تدخلون بأحد، حاولوا. تعليق من نور تقول: خلي تشوف العالم إحنا شلون عايشين، عود العراق أهل الخير، وين الخير؟ مريض ماكو إسعاف تنقله. أيضا تعليق من زاهر المالكي يقول: حقهم والله، ولبوا الإسعاف 50 ياخذ، عبالك محمل قذفات لو فايخ رايح ما يروح إلا واسطة، وخمسين ألف تتوسل به يسويها 25 ألف. تعليق من عقيل العبيدي يقول: يا بترى تصير هذه احتمال من البيت للدكتور، وترى ما أكو هيك إنه إذا بالمستشفى ويردون يحولون غير مكان بالكية، مستحيل ترى، يعني شنو هالتدخل هذا، يجوز ناقلي من البيت للدكتور. أيضا تعليق من عابر سبيل: استوكم تدرون البشر بالعراق ما يسوى فلسين، وزيادة عدد ومجرد رقم لا يقدم ولا يؤخر، تدرون لو ما تدرون بعد شكو مظلومين ومتعجبين، هاي حقيقة ثابتة. تعليق آخر من كوايت سول يقول: مريض والشمس، هذا شبه انتحار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يغير حالكم إلى أحسن حال. اكتووا بنيران الغضب، توجهوا إلى منزل أحدهم للأخذ بالثأر والانتقام،
فتحوا أمامه وابلا من الرصاص الحي حتى اندلع حريق هائل بداخله. مشهد مليء بالعنف والغضب، ليس من معركة طوفان الأقصى في فلسطين بل في العراق، بالتحديد في بغداد. هجوم عشائري دموي مخيف استخدم فيه أنواعا مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، أرعب ساكني المنطقة، مدوني منصات التواصل الاجتماعي أيضا حال انتشار مقطع فيديو يوثق تفاصيل ما حدث. يا قاتل يا مقتول، دقة عشائرية بداخل منطقة أم القبر والغزلان في بغداد، وسببها اتهام بالقتل. فبحسب رواية المهاجمين أن الدار هذا يعود لمدير بلدية نتحفظ عن ذكر اسمه، حيث يدعون ويتهمونه بقتل ابنهم الذي يعمل موظفا ومسؤولا عن التجاوزات في البلدية. كان قد رفض صفقة مشبوهة فكان الثمن قتله، وعلى إثرها أصدر أمر بإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق ما يزال مستمرا. نؤكد أيضا مرة أخرى حق الرد مكفول، فهذه رواية أهل الضحية الذين نفذوا الدق العشائري على هذا المنزل بوجود مفارس شرطة النجدة كما شهدنا. هذا ما أثار استياء ودهشة وتهكم العراقيين، متسائلين عن السبب الذي جعلهم يكتفون بالنظر وبموقف المتفرج. عدد من الكومنتات والآراء والتعليقات المكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي حول قصة الدقة العشائرية وما أكثر الدقات العشائرية في بغداد، برغم التحذيرات، برغم الوعيد، برغم القوانين التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بمعاقبة كل من ينفذ الدقة العشائرية ومعاملته معاملة الإرهابي، إلا أن الدقات العشائرية ما زالت مستمرة، وهذا هو الثابت الوحيد الذي لا يتغير في العراق. هنا التعليق الأول من منتظر الزيدي يقول: أحلى شيء سيارات الشرطة اللي واقفة، هذا لو شخص شايل سكينة كان هجموا عليه وانحكم 4 سنوات، لكن يبدو أن هاي الدوريات اكتفت بدور شيلوا الميتين. تعليق أبو العبد يقول في تعليقه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شكوا شنو اللي صاير بيناتكم، لا تهدون على بيوت العالم بهاي الطريقة، عدكم شي روحوا اشتكوا، مو تاخذون حقكم هيش، هاي إذا كان عدكم حق. أبو خالد أيضا لديه تعليق: في حياتي لم أرى مثل هذا قتال الشعب فيما بينهم وداخل المدن، هاي نتيجة السلاح المنفلت وعدم سيطرة الدولة على الشعب، مبارك علينا الديمقراطية. تعليق آخر: مصطفى السامرائي، الله يرحمه للمغدور، وحتى لو الحق معاكم ما يصير تسوون هيك وتهجمون عود سيارات النجدة، شنو إعرابهم بالباب واقفات، الله بالخير، طبعا لازم يتعاقب. أيضا تعليق آخر ومداخلة من أبو أحمد: الله يخرج الشرطة من بين يديكم سالمين غانمين، والله أنتم خطية إذا اتدخلتوا يا ويلكم، وإذا بقيتوا بوضع الصامت والمتفرج الدولة ما ترحمكم ولا الناس، فعلا كان الله بعونكم. رفعت شعار عام الأبنية المدرسية، وذكرت بأكثر من بيان لها أن المشاريع التربوية بتطور ملحوظ في العراق سيما بما يتعلق بالبنى التحتية، لكن ما أن تلقي نظرة على المدارس تجد أن معظم التصريحات هي ادعاء وحبر على ورق، فهذا ليس تسقيط أو استهداف لوزارة التربية والعاملين فيها، بل هذه هي الحقيقة المرة للأسف. هناك فيديو متداول
ويعتبر الأكثر رواجاً في منصات السوشيال ميديا، يصور لنا العجب والعجائب كرفان قديم متهالك، قيل أنه عبارة عن صف لمدرسة ابتدائية، فلا مقاعد سليمة للطلاب ولا أبواب ولا شبابيك جديدة أو حتى قديمة ولا أي شيء مؤهل ويؤهل هذه القاعة لأن تكون مدرسة أو قاعة مدرسية، فالوضع مزر للغاية. لنتابع مقطع الفيديو. وزير التربية المحترم، هاي المدرسة بالعمارة، هاي بالعمارة، أنا أريد من عندك دقيقتين تغمض عينك وتتخيل أولادك بهاي المدرسة، دقيقتين تغمض عينك وتتخيل أولادك بهاي المدرسة. المدرسة عبارة عن كرفانات بالعمارة. العمارة أغنى محافظة بالعالم، أغنى محافظة بالعالم اللي طايفة على بحر من نفط. هاي المدرسة كرفانات، شوف وضع الطلاب بيها، شلون اسم اسمها وشلون المنطقة اسم اسمها، اسمها مدرسة أبناء العراق حي الرحمة. ليش؟ ليش ذولا أولادنا وأطفالنا تاليهم بهيج مدارس؟ ليش؟ المدرسة الكرفانية هذه تحمل اسم أبناء العراق، فهل ابن العراق يستحق أن يدرس بهكذا موقع رديء ولا يصح أن نطلق عليه صف مدرسي؟ فمنذ بدء العام الدراسي هناك الكثير من الفيديوهات المشابهة الصادمة التي ترصد معاناة طلاب المدارس كحال ما شاهدناه الآن، بل أسوأ من ذلك أيضا، هناك من يدرسون في مدارس طينية، مدارس قصب أيضا. هذا الفيديو أشعل غضب واحتجاج الكثيرين، وبقرار مفاجئ قررت وزارة التربية منع تصوير التلاميذ داخل المدارس ونشرهم في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. بررت الوزارة بررت ذلك في قرارها لمنع تعرض الطلاب إلى التنمر وحفاظا على نفسية الطلاب طبعا. مدونون اعتبروا قرار المنع هذا محاولة من الوزارة بالتستر على المشاكل التي تعاني منها المدارس، في حين هناك من أشاد بالقرار ورحب به. بعض من الكومنتات والآراء المكتوبة نتعرف عليها الآن، وما كتب حول قصة هؤلاء الطلبة الذين يدرسون في هذه المدرسة الكرفانية أو في هذا الصف الكرفاني، وكيف منعت وزارة التربية تصوير التلاميذ من خلال هذا التوجيه الذي وصفته بالمهم وبالهاشتاج، وجه وزير التربية بمنع تصوير التلاميذ داخل المدارس ونشرهم في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي كافة وزارة التربية العراقية. Iraqi Military of Education. عموما نذهب مباشرة إلى التعليقات ونبدأ من حيدر الأسدي، يقول أحسن قرار منع استخدام التليفون بالمدارس والتصوير إذا كانت فيديوهات سلبية أو إيجابية يجب أن ترسل إلى الدوائر المعنية وهي تتخذ الإجراءات. تعليق من سهى، خبصونا مدارس جديدة وبالك بالك وينها، ما تقولوا لي الله أكبر بشرفكم، هاي مدرسة شلون الطالب تنفتح نفسه ويحفظ ويدرس ويجتهد إذا المكان القاعد بي يسد النفس. تعليق من ثائر القرعاوي، هم ملتهين بالتليفونات ويباوعون على الساعة ش وقت يخلص الدوام، لا يدرسون ولا يفهمون أو ولا يفهمون الطالب، هاي ناهيك عن مشاكل المدارس ومعاناتها، بلا شبابيك وبلا رحلات، ماكو أبواب مكسرة وهكذا. عقد قران عروسين في العراق يشعل منصات التواصل الاجتماعي، يثير عاصفة من الجدل والانتقاد والتهكم والسخرية بين العراقيين والتعجب أيضا، فما الحكاية؟ بادئ الأمر الصدمة حينما سنتعرف على عمر العروسين أو الخطيبين أو الشريكين. الزوج قيل أن عمره 13 عاما، لكن عندما تواصلنا مع ذويه تبين لنا أنه من مواليد 2008، أي يبلغ من العمر 15 عاما. أما شريكة حياته وهي ابنة عمه تبلغ من العمر 14 عاما فقط.
هذا شكل صدمة ومفاجأة بالنسبة للمدونين والعراقيين والمتابعين وكل من سمع بهذا الخبر. أما الفئة الأخرى اعتبرت أن الواقع طبيعي جدا، هذا ما يحصل في المجتمع العراقي أحيانا، ولا داعي لكل هذا التضخيم في الموضوع ولكل هذا الكم الكبير من التهويل والجدل في السوشيال ميديا. هناك فيديو قصير للحظة عقد القران نشاهده معا ونتابع. احنا جايين نطلب عيد كريمتك ان شاء الله، وانت ان شاء الله اخوك من عائلة. الخاطب يدعى حسين ناصر الشريفي، وظهر في يوم عقد قرانه سعيد للغاية وبكامل أناقته، والصدمة ليست في عمره طبعا فقط، بل إنه هو من طلب الزواج من ابنة عمه، وما كان على الأب إلا أن يلبي طلبه وأمنيته وخطب له الفتاة التي يريد، وعقد قرانهما مقابل 10 ملايين حاضرا وغائب. أما زواجهما فاتفق على أن يكون بعد شهرين من الآن. ويبقى أن نقول أن العريس هو طالب متوسط لا يعمل، بل المعين له ولزوجته المستقبلية سيكون والده الذي وعده بأن يوفر له كل احتياجاتهما. فكيف علق المدونون على ارتباط أصغر شابين أو عروسين في واسط؟ نتعرف على جانب من ردود الأفعال والتعليقات والآراء المكتوبة على منصات السوشيال ميديا. نبدأ من شوشة الرباعي، كيف علقت وقالت، تقول آني ضد هيجي نوع من الزواج، بعد بالبيضة ما فقس شهد تخلف، يا ربي كلمة الزواج سهلة بالنطق ولكن مسؤولياتها جدا صعبة، وخاصة بعد إنجاب الأطفال. أيضا هناك تعليق من أحمد علي، إذا أهل مربينا صح فأحلى شيء هو الزواج المبكر، وراح يظل طول حياته محصن وقوي، وولده راح يخاونه، هنيئا له وألف مبارك. إذن سينضم إلينا الآن في البرنامج مباشرة والد العريس الشاب حسين الشريفي. معك اسمعك انا والد والد حسين الشريفي. اهلا وسهلا بك استاذنا العزيز، اهلا وسهلا. ابنك هو حسين الله يخليه، والد حسين. اهلا وسهلا بك استاذ حسين. يعني هذا موضوع الزواج المبكر يعني عموما احنا نسمع به ونعرف به بالعراق موجود، يعني هل الجميع اتفق من العشيره وابناء العشيره انه هذا العمر مناسب للزواج، رغم أنه هناك انتقادات كثيرة تلاحق هذا الموضوع؟ تعتبره مناسب؟ شنو الإيجابيات اللي بيه؟ أخي الكريم، بالنسبة للزواج المبكر إحنا عن تجربة، يعني أنا نعم. مو أول ولد أزوجه مبكر، نعم، وإنما توارثناها من أجدادنا وآبائنا، نعم، سابقاً سلفاً تزوجنا مبكر، والحمد لله أولادنا وأولاد أولادنا نشأوا ويانا. نعم. الزواج المبكر فشي ناجح. انقطع الاتصال ومستمر معي على الموجود؟ معك نعم. طيب حضرتك انت يعني اساسا انت قلت احنا متوارث هذا عندنا الشيء، انت في اي عمر تزوجت حضرتك؟ ايضا في عمر مبكر؟ متاخر، كان عمر 22 سنه حتى تزوجت. متاخر تعتبره في عمر 22 سنه؟ أنا كانت عندي قضية وأخرتنا عن أخوان الزوجة. كان عندي العسكرية تعرف بالجيش، نعم. أنا كنت أخدم وتأخرت لهذا السبب، وإنما أنا أتزوج مبكر، بينما أنا والدي الله يرحمه عندي 5 أخوان، نعم، وعندي 7 أخوات، 7 أخوات ما وحدة وصلت يوم الـ14 سنة، كلهن أقل الـ14 سنة تزوجت. والحمد لله عايشات بسعادة وهي أزواجهن وأولادهن وأولاد أولادهن، والحمد لله نحمد الله ونشكره، الأمور طيبة. طيب خليني أتكلم ويا حسين العريس. أول شيء مبارك لك حسين،
وإن شاء الله بالرفاه والبنين طبعا، رغم أنه هناك مآخذ كثيرة على الزواج المبكر في العراق وفي العالم أجمع مو فقط في العراق، يعني يعتبر الزواج المبكر بأمور إيجابية وأمور غير إيجابية. حسين أنت ردت أن تتزوج بهذا العمر؟ لو أنا أحكي قدام والدك أحد جبرك أنه تتزوج بهذا العمر؟ بصراحة أحكي لا تخاف. نعم أنا قبلت بالزواج. أنت اللي فضلت بهذا عمرك الآن تتزوج بدون طلب من والدك أو من أمك أو من عمامك أنه قنعوك حتى تتزوج بهذا العمر؟ أنا قنعت. أنت كنت قانع؟ نعم. طيب أنت تعرف أنه الزواج مسؤوليات حسين، مسؤوليات وعمل واعتماد على النفس وتوفير متطلبات الحياة الزوجية وتحمل عبء تربية الأطفال، يعني كل هذه الأمور أنت أخذتها في حسبانك لو راح يتدخل الوالد وعمامك والعائلة في مساعدتك بهذا الموضوع؟ إن شاء الله أنا أضي المسؤولية. حضرتك تشتغل الآن لو تدرس لو طالب لو شنو؟ أدرس طالب. بأصف أنت حاليا؟ ثالث متوسط. ثالث متوسط. نعم. يعني الآن أنت مشغول بالدراسة منا لحد ما تكمل فترة الدراسة وإن شاء الله تروح للكلية، هاي الفترة كلها أنت راح تكون مشغل بالدراسة، ما راح يكون عندك مجال للعمل. من اللي راح يتولى قضية الأمور المادية لهذا الزواج؟ أبو إن شاء الله. أبوك هو اللي راح يتولى الأمور المادية، كل ما يتعلق بتكاليف حياتكم ما بعد الزواج. راح يكون الزواج إيش وقت؟ الآن أنتوا فقط عقدتوا قران، إيش وقت راح يكون الزواج إن شاء الله؟ شهرين ثلاثة إن شاء الله. يعني هم سريع، يعني ما راح تأجلون فترة بقوها. استاذ البسيط. نعم. استاذ العزيز. نعم. دخله بسيطه. نعم تفضل. احنا هنا برنامجنا. نعم. الولد زوجه ونطلعه، الولد زوجه بهالعمر هذا يظل. نعم. يخلوه بالبيت ويانا. نعم. وفياته ومسؤوليته انا اقوم بيها بهالفتره هاي من يوم ما يكبرون اولاده وهو يصير عنده قناعه وزوجته عندهم قناعه بان يطلعون يكونون بيت، فالبيت انا اكونه لهم وانا اكمله، انطيه شغل واقول له توكل بالله هذا انت واولادك وهذا شغلك وهاي سيارتك وهاي امورك وتوكل بالله عيش اولادك بعد، انا ما اطلع بهالعمر هذا وهو صغير. احنا برنامجنا بالحياه هذا. يعني الفكره من الزواج المبكر اساسا هو انه الخلفه وزياده عدد الاولاد والاحفاد، هذا هو الـ 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 الهدف الأساسي من الزواج. لو أكو هناك أهداف، يعني أنت قلت إحنا نريد الأولاد يملون البيت، أنت تعرف يعني عدد سكان العراق الآن إحنا مقبلين على 43 مليون نسمة. أنا مو الهدف زيادة من الإنجاب أو زيادة. نعم. الأولاد أو زيادة، بس الهدف يحافظ على دينه، لأن تعرف هذه الأجواء، أجواءنا هسه مشحونة بالإنترنت وما أدراك ما الإنترنت وهالشغلات هذه، فالشاب إذا هو يوعى وعنده زوجته وهاي بعد ما راح ينحرف له يصير فتشي. يعني هم إليه وهم هو أموره تصير مو تمام وسمعه مو طيبة، فراح يتزوج ويستقر، عينه راح بعد بس على زوجته على أولاده ما راح ينظر لغير شيء. طيب هذا الهدف. أنتوا الآن الزواج تعرف يعني بالمحاكم العراقية قانونا لا يوثق ولا يسجل هذا الزواج في المحاكم العراقية، راح شلون تمشون موضوع الزواج يعني خارج المحكمة فقط؟ أنا ما أخالف القانون. نعم. أنا إحنا عندنا إذا بلغ الولد أو البنت بعد هو يتزوج، والإسلام يقول يا إذا بلغ هو طلب الزواج بعد ليش أعارض؟ أنا ما أعارض على شنو أنا أخذ وإنما القانون ما خالفه. نعم. اللي سجلوا القانون واللي ما سجلوا يتزوج هو ويبقى يمن ما يكمل اسم الإجراءات ما القانون وعقد له تمام. بس زين. ليش زين يعني إن شاء الله يعني الزواج يكون هناك تفاهم تكافؤ بين الزوجة وبين الزوج. تعرف الإنسان كل ما يكبر عقله يتغير، نظرته تتغير للحياة، نظرته حتى لشريكة حياته تتغير، لازم أكو تفاهم بين الطرفين. تعرف بالمقابل هو أكو حالات طلاق بالعراق، يعني تقريبا شهريا ما يزيد عن أكثر من 2500 حالة طلاق تحصل مقابل 9000 حالة زواج، يعني 9000 حالة زواج يقابلها تقريبا 2500 إلى 3000 حالة طلاق، يعني ربع حالات الزواج بالعراق نهايتها طلاق.
استاذ احنا بسبب الزواج المبكر ومشاكل اخرى ترافق الحياه. لكن انت ذكرت نقطه عجبتني، انه حمايه لابنك من السوشيال ميديا وتاثير السوشيال ميديا عليه، هاي اوكي نقطه لا باس، اوكي ممكن تكون ايجابيه، لكن بقيه الامور هواي اكو عليها مآخذ، فيا ريت لو تدافع عن موضوعك وموضوع الزواج المبكر امام الراي العام. باعتبار الفيديو انتشر يعني. تجربة انا عندي 7 بنات. نعم. اللي احكي لك. نعم الله يخليهم ويحفظهم لك. نعم. يوم من الايام انا ذكرت حادثه الست نسمه البارحه حكت معها. نعم. عندي وجدت الزواج بيوم واحد. وحده عمرها 12 سنه، وحده 13 سنه، وحده 14 سنه. فالحمد لله والشكر احنا اسر محافظه يعني على تقاليدها وعلى سمعتها وعلى اسمها، نحمد الله ونشكر. هسه البنات ذني عمرها 12 سنه، تزوجت هسه عندها اطفال 2، الثانيه عندها اطفال 3، ذي وهكذا يعني. نعم. الحمد لله متعايشه بسعاده وخير من الله. فاحنا بالطلاق عنا ان شاء الله ما يصير عندنا هذه يصير اكو اشياء غير يعني، بس احنا ما اذكر لك يعني الاسباب اللي يصير بسبب هالطلاق، بس احنا اسر محافظ ما يصير عندنا الطلاق. نعم. طيب والد حسين ناصر الشريفي اصغر عريس في العراق حتى الان بعد انتشار مقطع الفيديو، كان معنا الان في هذا اللقاء من واسط عبر سكايب، تحياتنا لك وشكرا لوجودك معنا، كل الشكر والتقدير لكما. إذن كانت هذه قصة حسين من واسط، والذي انتشر له مقطع فيديو على منصات السوشيال ميديا باعتباره أصغر عريس في العراق. هناك أيضا مجموعة من القصص والأحداث المتداولة على منصات السوشيال ميديا أيضا نمر بعناوينها من خلال هذا الهيدلاين. ضبط أثار مهربة والقبض على مهربيها. أكبر نفق عراقي تحت البحر في البصرة بعمق 18 متراً. للمرة الثامنة ميسي يفوز بالكرة الذهبية وسبيد مصدوم. بخطوات بطيئة يسير العمل بما يسمى النفق المغمور الذي سيربط ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق بالطريق الدولي السريع، حيث وصل العمل إلى نسب متقدمة يمكن أن ينجز نهاية السنة القادمة. سيكون طول هذا النفق 2250 مترا، يمر تحت قناة خور الزبير الملاحية بعمق يصل إلى 18 مترا، مما يسمح للناقلات العملاقة بالمرور فوقه. سيكون بعرض 38 مترا وله 4 ممرات للسيارات، وهو من المشاريع المكملة لميناء الفاو الكبير. رصد مواطن عراقي جزءا مكتملا من النفق وهو يتحدث عن بعض تفاصيل العمل ويوضح شكل النفق من الداخل. السلام عليكم. اللي يسألون من الأخوة المتابعين وين وصل النفق المغمور؟ حاليا أنا جاي أتمشى بسايد واحد فقط من النفق المغمور، هذا هو سايد واحد. العرض ما تخ 15 متر، 3 لاينات يعني 3 سيارات شاحنات محملة بحاويات يتم مرورها بسلاسة عبر هذا النفق. هذا هو سايد واحد فقط. طبعا هذه هي الشكل بهذا اللي تشوفونه، هذا بعدين راح يتم تغليفه بالكامل كسقف وجوانب، ويتم غلق هذه القطعة اللي طولها 125 متر، بعد ذلك يتم غمرها تحت قناة خور الزبير. هذا هو الإنجاز، هذا هو الإنجاز. هذه المشاريع اللي وصفها دولة رئيس الوزراء مشاريع دقيقة ومعقدة. ليش معقدة؟ لأن هذا السايد وبالإضافة للسايد الآخر ذهاب وإياب يتم غلقهم بهذا الحجم ونقلهم إلى قاع قناة خور الزبير حتى تتمكن السفن من المرور فوق هذه القطعة الكونكريتية اللي يشكل النفق المغمور اللي يربط بين
مدينة قصر. سيكون النفق المغمور حلقة الواصل بين ميناء الفاو الكبير والطريق السريع الذي يسمى في العراق حاليا طريق الحرير، الذي وقع عقد إنشائه عام 2019 وتأثر تنفيذه سلبا بجائحة كورونا، وسيتم استخدامه لنقل الشحنات والبضائع من وإلى جميع أنحاء العالم. أما التعليقات والآراء المكتوبة كانت كالتالي، نبدأ من تعليق إحسان كرم. يقول إحسان كرم في تعليقه: إيه مثل جسر القزيزة، على أساس يكملون ويسحبون تالي سحبوا وطق. نتمنى فعلا يكون الشغل دقيق، بس يلا شيء مفرح إن شاء الله بعد أكثر تطور. أيضا هناك تعليق من أحمد: بالتوفيق، هيك مشاريع تفتح النفس وتحيي الأمل ولو بسيط، أنه أكو تقدم بتطوير البصرة، يا رب تكمل هذه المشاريع وتصير بصرتنا بوابة حقيقية ومهمة لاقتصاد العراق وتنميته. أيضا التعليق من عبد الله: هو غير لازم يصير من زمان، لأن أبو الفاو إذا يريد يروح لم قصر يفتر فرج قدها. نتمنى ما يطلع نفس سالفة جسر القزيزة وما يتحرك. لا يخفى على الجميع بأن العراق وبان الغزو الأمريكي فقد عددا هائلا ومخيفا من آثاره التي تعود لآلاف السنين ولأزمنة سحيقة قديمة جدا لآلاف السنين. تعرض لأسوأ عملية تخريب ثقافي في العصور الحديثة، ومن بينها إتلاف وتحطيم وتهريب وسرقة تلك الآثار. ومنذ ذلك الوقت والعراق يسعى للملمة واسترجاع آثاره المنهوبة والمهربة وإحباط عمليات بيعها والتجارة بها. اليوم في كركوك ألقي القبض على متهمين اثنين بتجارة وتهريب الآثار وبحوزتهما قطعا أثرية تعود لعهود قديمة. هناك فيديو صور للحظة القبض على المتورطين بتهريب الآثار. للأسف أصبح تهريب الآثار مهنة لمن لا مهنة له، أي ليست حكرا على المتنفذين أو المسؤولين أو العصابات أو التجار، حيث يجني المتورطون بهذه العملية، عملية تهريب الآثار، أموالا كثيرة يبيعونها بالملايين، ملايين الدولارات أو ألاف الدولارات، سواء في العراق أو في خارج العراق. وفي مقابل ذلك تواصل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات في كركوك ومدن العراق الأخرى القبض على المتهمين وزجهم في السجن لينالوا عقابهم وفق القانون. ميسي لديه 7 كرات ذهبية يحتفظ بهم في الكانتور، لا مكان للكرة الذهبية الثامنة. أين سيضع الكرة الذهبية الثامنة؟ لا مكان في المنزل المليء بالجوائز والدروع، كان آخرها كأس العالم. هو لا يريد الكرة الذهبية الثامنة أساسا. ماذا سيفعل بالكرة الذهبية؟ ماذا سيفعل بكل الكرات الذهبية؟ الكرات الذهبية أصلا في كل مكان. ميسي يتعثر بالكرات الذهبية وهو يمشي في منزله، ولكن ماذا يفعل؟ الكرة الذهبية تعشق ميسي، تريد ميسي، تحب ميسي، تركض خلفه وتترك رونالدو، هالاند، مبابي، فينيسيوس
وهذا ما حصل فعلا عندما فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2023 المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم للرجال خلال حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، متفوقا على 29 لاعبا قد تم ترشيحهم لنيل جائزة الكرة الذهبية. إذا ميسي والكرة الذهبية الثامنة. To see you play then. Bueno, no sé, lo vengo diciendo. Le plus près possible de votre bouche, if you could put the mic as close as possible to your mouths. Hola Leo, sobre todo felicitaciones por ese. S'achève vraiment cette conférence de presse. Bravo à Lionel Messi. Lauréat du Ballon d'Or 2023. Los últimos dos son especiales porque vienen de la mano de. اليوتيوبر الشهير سبيد عاشق رونالدو حد النخاع كان حاضرا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، كان يترقب يتأمل أن تمنح الجائزة لكريستيانو رونالدو الذي لم يكن حاضرا أصلا لأنه يعلم أن الكرة الذهبية ستذهب لمن تريد. فكانت ردة فعل سبيد وسط الحضور محط اهتمام المتابعين الذين وثقوا تلك اللحظة الحاسمة عندما تفاجأ سبيد وصدم بما حصل. كان هالاند أحد أبرز المرشحين للحصول على الكرة الذهبية الأولى في مسيرته، ولكن لم يحصل عليها الآن، ربما سيحصل عليها لاحقا عندما يتقاعد ميسي عندما سيترك ميسي الكرة الذهبية. وأيضا كانت هناك ردود أفعال كثيرة ومختلفة على منصات التواصل، وهذا سبيد فعل ما فعل عندما ذابت كرة إلى ميسي كان يتوقعها لرونالدو. عموما وصلنا بكم إلى ختام مشوارنا لهذا اليوم في متداول، نلتقيكم إن شاء الله يوم غد في مشوار جديد وحلقة قادمة مليئة بالأخبار والقصص والفيديوهات الرائجة. إلى الملتقى.